مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تتعدد السيناريوهات المطروحة في السودان مع استمرار الاقتتال، التصعيد سيد الموقف ومظاهر الحياة تختفي في بعض المدن مع مرور الأيام، فيما تتواصل دعاوى السودانيين لوقف الصراع في ظل تقارير تتحدث عن وساطات للتفاوض بين البرهان ودجل خارج البلاد. هل ينزلق السودان نحو مزيد من الفوضى؟ هل يعيد مسار جدة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات؟ وماذا يعني قرار البرهان وضع وزارات تحت إشراف قادة الجيش؟ ابقوا معنا. أكدت منظمة إنقاذ الطفولة في السودان أن أكثر من 7 ملايين شخص، بينهم أكثر من 3 ملايين طفل، نزحوا من جميع أنحاء البلاد منذ بداية الصراع منتصف أفريل المنصرم. وأشار المدير الوطني لمنظمة إنقاذ الطفولة في السودان عارف نور أن ملايين الأطفال والأسر النازحين بحاجة إلى المساعدة من توفير الطعام والماء والمأوى والملابس، إضافة إلى الدعم النفسي لمواجهة الضغط الشديد الذي يتعرضون له، محذرا من تفاقم حدة وضعهم الذي وصفه بالحرج. لبحث الموضوع ومتابعة تطورات الأزمة في السودان نسعد بأن يكون معنا مباشرة من الخرطوم الخبير في شؤون القرن الإفريقي دكتور أحمد، صباح الخير. ومعنا أيضا الدكتور عمار صيغة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومن القاهرة. نرحب بالمختص في الشؤون الإقليمية والدولية محمد اليمني. مرحبا، أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأفاضل. نبدأ معك من الخرطوم طبعا الدكتور أحمد. بعد شهور من الاقتتال وتوسع نطاقه، إلى أين يتجه الوضع في السودان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا، شكرا لكم وتحية عبركم لكل المستمعين. الوضع الآن في السودان يعني بمتابعة بسيطة وباطلاع على الأوضاع، الآن الأوضاع تسير إلى الأفضل. الجيش السوداني متقدم بدرجة كبيرة جدا، وكذلك هناك تراجع كبير وسط الميليشيات الدعم السريع. عندما نقول هناك تراجع تشير إلى ذلك الدلائل الواضحة أمامنا في الهروب الكبير لقوات الدعم السريع، كذلك الارتفاع بينهم في عدد من المواقع. ربما انتقل الآن الارتفاع إلى ولاية إلى أكثر أقصد عن هنا التي فيها قبائل بني هلبة. هناك فرق كبير الآن بين الميليشيات المنتمية إلى الدعم السريع من قبائل السلامات والبني هلبة، وهنالك تصفيات حصلت لبعض الكبار في الدعم السريع. كما ان هناك يعني الان على ارض الواقع يعني هنالك تقدم كبير للجيش السوداني، حتى ان يعني هنالك ارتكازات كثيره كانت تتبع لميليشيا الدعم السريع الان اختفت، وكذلك يعني هنالك عدد كبير من الميليشيات سلمت نفسها للجيش، وكل يوم نسمع هناك يعني عدد كبير من الميليشيات سلمت الجيش سلاحها وسلمت نفسها. كل هذه الدلائل تشير الى ان هنالك تقدم كبير للجيش السوداني. سمعنا من قائد الجيش انه ربما تعلن في الايام المقبله او يعلن تحرير الخرطوم. الان بصوره واضحه هنالك انحسار للتمرد في الدرمان، وهنالك ايضا انحسار كبير للتمرد في منطقة الخرطوم وتبقت منطقة بحري. فالوضع الآن يعني بالنسبة لنا كمتابعين وكمراقبين هنالك تقدم للجيش وتراجع كبير لقوات الدعم. نعم، نتحول إلى الدكتور عمار صيغة. طبعا الدكتور أحمد قال أنه في تقدم كبير للجيش في للجيش السوداني، الأوضاع تسير للأفضل. نتحدث عن قرار انتقال البرهان إلى بورت سودان وترك العاصمة، ألا يكرس انقسام جغرافي في السودان برأيك دكتور صيغة؟
إذا تحية لك ولضيفيك الكريمين ولكل متابعي القناة. بالنظر لانتقال قائد الجيش إلى موقع متقدم وهو موقع بورت سودان، فذلك مؤشر ورسالة واضحة على امتداد سيطرة الجيش على رقعة هامة من الفضاء الجيوستراتيجي للسودان، سيما وأنه نعلم أن بورت سودان منطقة استراتيجية بإطلالتها على البحر الأحمر وكذلك بموقعها الجيواقتصادي بالنسبة لعبور التجارة الدولية، وذلك مؤشر كذلك للمجموعة الدولية على سيطرة الجيش على المناطق الهامة والاستراتيجية وبعث نوع من الطمأنينة بأن الجيش قادر على تسيير المرحلة القادمة من الحكم في السودان، وكذلك بأحقية الجيش على إدارة هذه الفترة وصولا إلى ما بعد المخرجات الدستورية والسياسية التي تطرحها المجموعة الدولية والإقليمية وعلى رأسها السعودية. كل ذلك يعني له دلالات واضحة بأن امتداد الجيش إلى بورت سودان له دلالة واضحة على السيطرة وعلى الامتداد قلنا العسكري والسيطرة على المناطق الجغرافية الهامة وحرية الانتقال، سيما وأنه نعلم أن هناك حديث مسبق على مقتل زعيم الميليشيات الدعم السريع بعدما ظهر في فيديو يعني وأثار كثير من الضغط الإعلامي، سيما أن ذلك دليل واضح بأن انحصار امتداد ونفوذ قوات الدعم السريع بات ملحوظا، سيما وأن هناك يعني حديثا كذلك على احتلال قوات الدعم السريع لمنازل المواطنين العزل، سيما وأن الاستراتيجية العسكرية التي انتهجتها قوات الدعم السريع لا تعدو سوى أن تكون حرب شوارع ممنهجة وخارج النطاقات التقليدية للمواجهة العسكرية في كما هو متعارف عليه في المواجهات المسلحة. ذلك يعني له دلالة واضحة وأكثر على تمكن قوات الجيش ورئيس المجلس الرئاسي الذي يقود الآن الجيش السوداني، وكذلك بخلال كلمته في الجمعية العامة وإقرار واضح للمجموعة الدولية بأحقية المجلس الرئاسي على قيادة المرحلة القادمة، سيما وأن هناك مؤشر على رضوخ قوات الدعم السريع للشروط التي طرحها الجيش بعد مؤشرات على العودة لطاولة المفاوضات. نعم سنتحدث عن المفاوضات، نذهب إلى السيد محمد اليمني. طبعا موازين القوة في السودان سيد محمد اليمني، ماذا يعني أيضا سؤال آخر قرار البرهان وضع وزارات تحت إشراف قادة الجيش؟ أولا تحياتي لحضرتك، تحياتي للسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. كما نعلم أستاذي الكريم بأن عبد الفتاح البرهان في الفترة الماضية ذهب إلى جنوب السودان وإلى إريتريا وإلى مصر وإلى قطر، وهو كأنه يبحث عن دور إقليمي ودور دولي في إنهاء هذا الصراع. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى لابد أن نقول فقه الأمر الواقع هذا الذي يلعب عليه الآن عبد الفتاح البرهان. النقطة الثالثة وأيضا يريد إرسال رسائل مهمة، من ضمن هذه الرسائل هو حاكم السودان الفعلي منذ الإجراءات التي تمت في عام 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء، هذه أيضا النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة وأستاذي الكريم، بهذا القرار يريد إرساء قواعد مهمة جدا في بورتو سودان، لأن كما نعلم بورتو سودان أو بعض المناطق الآمنة هي تحتاج إلى عمل مدني ويتحتاج إلى أمور كثيرة، ولكن أنا أرى تفسير هذا القرار بأن عبد الفتاح البرهان في هذا التوقيت يبحث عن القوة الكامنة، سواء القوة الكامنة في الداخل السوداني الذي من خلاله هذه القرارات يثبت قدميه في الجيش أو يثبت قدميه في الحكم بخصوص الحرب على ميليشيات الدعم السريع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يتم الاستفادة الاقتصادية السياسية. أستاذي الكريم، لابد أن ننوه أيضا على نقطة مهمة جدا، يعني برغم مقتل أكثر من 5000 شخص سوداني ونزوح أكثر من 7 ملايين في التقرير
هذا أيضا مؤشر خطير. ولكن برغم اتفاقية منظمة الإيجاد وأيضا التدخل من قبل الاتحاد الأفريقي وأيضا بخصوص اتفاقية جدة وأيضا القاهرة وكل هذه الاتفاقيات أو كل هذه المبادرات هي لم تؤشر على أي جديد. لماذا أستاذي الكريم؟ إنما يوجد عائق كبير ويوجد أيضا اختلاف ويوجد تناقض بين الجانبين. وهؤلاء الاثنين المتمثلين في الجنرالين عبد الفتاح البرهان وحميدتي طيب. لا يريدون الجلوس على طاولة واحدة. سنفصل في نقطة التفاوض أو المفاوضات أستاذ محمد اليمني. نعود إلى الدكتور أحمد طبعا من الخرطوم. بعد اتخاذه لهذه المدينة مدينة بورت سودان مقرا مؤقتا، رشحت معلومات عن اعتزام البرهان تشكيل حكومة طوارئ لإدارة البلاد. كيف تنظرون لهذه الخطوة؟ وأريد أن أسأل أيضا عن قرار البرهان وضع وزارات تحت إشراف قادة الجيش. طيب حقيقة يعني هذا الإشراف، نبدأ بالسؤال الأخير. نعم. إشراف العسكريين على الوزارات، أنا في تقديري ربما لتفادي تداعيات تشكيل حكومة في الوقت الراهن من جانب الجيش السوداني يكون مغرة في العاصمة الجديدة بورت السودان أو العاصمة الإدارية، خاصة بعد تهديدات قائد الدعم السريع في التطابق الأخير إعلان حكومة أيضا في الخرطوم. وربما أيضا هذا تمهيد لتعيين ولاء عسكريين حفظا للأمن وللوقوف وجه المتمردين، لأن البلد الحقيقة الآن في حالة حرب يحتاج إلى أن يكون هنالك إشراف عسكري كامل. الملاحظ أيضا في هذا القرار أنه لم يمنح القرار عضوين للسيادة الهادي إدريس و زعيم تجمع قوى التحرير السودان الطاهر حجر، هذا الامر ربما لحيادهم او لعدم وقوفهم الحقيقي مع الجيش. وتوزيع الاشراف على الوزارات لاعضاء السياده هذا ليس بموضوع جديد، وهو قرار قديم صدر منذ الاطاحه بحكومه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. فانا في تقديري يعني هذا القرار الذي اتخذه البرهان في هذا الوقت بالذات باشراف العسكريين على الوزارات، الهدف منه هو زيادة يعني التمكين في إدارة الدولة في واسطة عسكريين يتفهمون الآن أن الظروف هي ظروف الحرب. أما بالنسبة للسؤال الثاني حول نية البرهان في تكوين حكومة، فكرة أنه يعني الفريق والبرهان أعلن ذلك في منصة الأمم المتحدة لأنهم كعسكريين يعني فيكون حكومة من كفاءات مستقلة. هذه الحكومة يعني تستمر لمدة معينة ربما عام، وبعد ذلك يعني يستعيد السودانيين جميعا للانتخابات. فموضوع الحكومة هذا موضوع مطلوب، لأنه لا يمكن للبلد أن تعيش في فراغ إداري أو فراغ دستوري كما هو معروف الآن. حتى هذا التعيين للإشراف على هذه الوزارات هو فقط تمهيد لإعلان الحكومة القادمة، لأن هذا مطلب دولي ومطلب شعبي. لا بد من أن يكون هنالك حكومة تكون من كفاءات مستقلة، هذا ما أكده البرهان. وبعد أن تتكون هذه الحكومة لا بد للجيش أن يرجع إلى سكناته، هذا هو مطلب الجماهير ومطلب الشعب ومطلب القوى السياسية في السودان. لكن هذا الأمر لا يتم إلا بعد أن يحسم موضوع التمرد الذي يعني الآن يعني شرد المواطنين وخرب كل المؤسسات. والدليل على ذلك ما حصل اول امس عندما ضربت مفوضيه العون الانساني. نعم. وهي الجهه الحكوميه المسؤوله من ترتيب العمل الخيري والطوعي والانساني في السودان. فتكوين الحكومه هذا لا بد منه، افتكر هو متفق عليه، وهذا ما ذكره البرهان في منصه الامم المتحده. نعم، الدكتور صيغه طبعا ما ذكره الدكتور احمد انه ردا على ما اعلنه البرهان هدد حميدتي بتشكيل حكومه موازيه بالخرطوم. في حال اقدم طرفا الصراع على هذه الخطوه، هل نتجه الى سيناريو او سيناريوهات مشابهه لما حدث في ليبيا دكتور صيغه؟ بطبيعه الحال هذه المؤشرات كلها دلاله واضحه على المناورات لضغط بورقه تقسيم جديد للسودان، وذلك ما تخشاه القوى الحيه في السودان. وبالنظر الى
هذا الطرح المتعلق اساسا بتشكيل حكومه موازيه، هو كذلك محاوله ايجاد مواقع سياسيه متقدمه لميليشيات الدعم السريع وقائدها تقلب، وكل ذلك يعني هو دلاله واضحه على ان المؤشرات التي الحاليه تؤشر على ان الوزن السياسي للقوى والتكتلات السياسيه ترمي الى استفاف المزيد من القوى الفاعله في السودان، وذلك دلاله واضحه بان الصراع سينطلق الى مستويات اخرى متقدمه بالنظر الى النماذج التي المذكوره التي حدثت في دول الجوار وعلى راسها ليبيا، وذلك يعني ما نخشى انه سيطيل امد الازمه، سننتقل حتى واذا كان هناك مؤشرات على هدنه ونزع وتوقيف الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سننتقل الى ازمه سياسيه اخرى سيما وان تجاذبات تقاسم السلطه لا تزال قائمه حتى منذ سنه 2021، وذلك يعني دلاله واضحه بان حتى المساعي السياسيه لاحتواء الازمه في السودان لا تزال بعيده المدى، سيما وان طرفي النزاع يعني لهما مواقف متعنته نحو المزيد من الاقتتال، سيما وان ذلك قد انعكس على ازمه انسانيه وصحيه واضحه في المشهد في السودان، وذلك يعني له قلنا له تداعياته وله انعكاساته السلبيه حتى على الحلول السياسيه، حتى ان كانت هناك اوراق مطروحه في لقاء جده حول ايجاد مخرجات لهدنه ونزع السلاح وتوقيف الاقتتال بين طرفي النزاع، نعم. سننتقل الى ازمه اخرى سياسيه تتعلق اساسا باقتسام السلطه، وذلك ما سعت من خلاله قوات الجيش وعلى راسها عبد الفتاح القائد قوات الجيش وقائد المجلس الرئاسي في السودان باسناد وزارات الى تشكيلات عسكريه وقيادات في الجيش السوداني. نعم، أستاذ محمد اليمني، نتحدث عن العقوبات المفروضة على الأطراف في السودان، فرضت عقوبات على فرضت أقول على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي إلى جانب شركتين، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، هل برأيك لا زال للعقوبات أو لا زالت لها أهمية في الضغط على الأطراف المتقاتلة؟ الدعم السريع ندد بالعقوبات الأمريكية. يعني أنا أرى من وجهة نظري يعني يوجد أمثلة كثيرة جدا أستاذي الكريم، سواء في ليبيا وسواء غير ليبيا وأيضا الآن السودان، بما نحن نتكلم عن السودان، ولكن العقوبات لم تؤثر على الأطراف المتنازعة في السودان سواء على عبد الفتاح البرهان أو حتى على حميدتي، هذا إن دل يدل على أن بالفعل ما زال يوجد تعنت من قبل الطرفين، يوجد رغبة ودافع كبير في استمرار إطالة أمد الصراع، كل يغني على ليلى أستاذي الكريم، بمعنى هذا يتلقى الدعم الإقليمي والدولي من جهة، والآخر أيضا يتلقى الدعم الإقليمي والدولي من جهة ثانية، والآن كما نعلم هذه السيناريوهات كانت كلها متوقعة، وأنا أرى الآن بأن السيناريو الليبي الحكومة في طرابلس في غرب البلاد وفي شرق البلاد الآن أيضا يتم تطبيقه في السودان في الخرطوم ومن ثم أيضا بورتو سودان، وكل المؤشرات في السودان تدل على أن السودان ليس مقبل على إنهاء الصراع، ليس يوجد الآن حل سياسي ولا أيضا حل عسكري. لماذا أستاذي الكريم؟ لأن ما زال عبد الفتاح البرهان أراه من وجهة نظري، وأن المقابلات الأخيرة مع أربع دول وخاصة مصر وأيضا قطر لهما طيب. نفوذ إقليمي ودولي مهم في المنطقة يلقي بظلاله على عبد الفتاح البرهان، لأن عبد الفتاح البرهان تحدث كثيرا بخصوص الرسائل في هذا التوقيت خاصة على ثلاث دول منها جنوب السودان على إريتريا على مصر بأن هذه الحرب تهدد أمنهم الإقليمي، هذه أيضا من جهة أخرى هو يريد
تثبيت أو يريد دعم من هؤلاء الدول، وأنا أرى أيضا الدعم جاء سواء من مصر أو حتى من قبل قطر في هذا التوقيت. طيب. ولكن أخيرا طيب عفوا عن المقاطعة أستاذ محمد اليمني، سنعود إليك وإلى ضيفي الكريمين عن المفاوضات والحلول السياسية المقترحة، نتحدث بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في نبض العالم، نتحدث عن التطورات أو تطورات الأزمة في السودان. نرحب بضيوفي الكرام من الخرطوم ومن القاهرة ومن الجزائر، مرحبا بكم مرة ثانية. نتوجه إلى الخرطوم والدكتور أحمد، صباح الخير. مصادر تحدثت عن أن السعودية تستعد لاستقبال قائد قوات الدعم السريع وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من أجل استئناف الوساطة السعودية الأمريكية لوقف الحرب الدائرة بالبلاد، هل برأيكم ما زال ثمة أمل في التعويل على هذه الوساطة لوقف الاقتتال؟ طيب شكرا جزيلا. هو حقيقة يعني تحدث قائد الجيش من عملية المفاوضات مع قائد الدعم السريع وضع شرط وحيد للتفاوض، وهو الالتزام بحماية المدنيين، وهذا الأمر يعني أكد تماما هذا الشرط تعهدت به الأطراف خلال معالجات جدة في السعودية في مايو الماضي. ظل المنبر منبر جدة للتفاوض بين الجيش والدعم السريع متوقف لعدة أشهر بعد أن فشلت الوساطة بصراحة من حمل التمرد على تعهدات المنبر حتى يمكن الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في السودان، وخاصة خروج الميليشيات من المرافق العامة ومن منازل المواطنين. وللأسف يعني الجيش دائما يتحدث عن أن جهاز الدعم السريع المتمردة استغلت الهدن من أجل إدخال السلاح وجمع واستقبال المستزقة وحتى ضرب المواقع الحيوية، وأنها في هذا المكان أو في هذا الموقف هي بتستخدم المراوغة. حقيقة المملكة العربية السعودية انتهى اجتهاد كبير جدا في انها تستانف هذه المفاوضات طبعا بدون شك مع الولايات المتحده الامريكيه، والبرهان وافق على ذلك يعني قاله حتى في الامم المتحده. لكن الشرط هو واحد، هو حضور حميتي لجدة السعوديه، ولكن يعني ايضا فشل حميتي في الوصول الى جده. هذا الامر يضع الامور في هذا الموقف، لأنه لابد إذا أرادت الجهة المستضيفة في جدة السعودية والولايات المتحدة أن يحضر البرهان إلى هذا اللقاء لابد من حضور حميتي. وللأسف البرهان يقول أن البروتوكول يمنع من الجلوس مع مدني في الصف الثالث ودائما يتم التأجيل. كان هنالك مفترض يكون في زيارة في هذه الأيام للسعودية، ولكن تعذر وصول حميتي كما هو معلوم، وتستمر رحلة البحث أمام المرتزقة الآن خيارين لا ثالث لهما. أما إحضار حميتي والمحافظة على ما توقع من الشباب وكذب الوقت، والخيار الثاني هو إعلان مقتل حميتي كما هو معلوم للسودانيين وتسمية البديل، وهذا أصعب خيار يمكن أن يتخذه الدعم السريع، لأن الميليشيات مبنية على شخصية حميتي، وبالتالي إعلان وفاته ومرته يمكن الكثير من المقاتلين ومناصريه وداعمين. الآن الحكومة في مجلس السيادة هي الآن تطلب كما قال ذلك واؤكد كما قال ذلك البرهان في الامم المتحده، ولكن يبقى المرافقه او يبقى عدم المصداقيه من جانب الميليشيات في الوصول الى اتفاق هو العقبه الكؤود التي تحول دون فائده او تصبح من جهه بلا فائده، لان الشرط الاساسي فيها هو خروج المتمردين من منازل المواطنين ومن المرافق العامه. هذا لا يعني لم يتحقق، وهذا يعني ان المفاوضات لا تاتي بخير ولا يمكن ان تستمر ولا يمكن ان يكون فيها فائده. نعم، لست متفائلا دكتور احمد. دكتور عمار صيغه، هل يعيد مسار جده طرفي الصراع الى طاوله المفاوضات؟ وجدير بالذكر ان المفاوضات قد اخر مفاوضات واخر لقاء للرجلين كانت 15 في شهر مايو الفارق، حيث ان كل المخرجات التي انبثقت عن ذات اللقاء تركزت على ضروره حمايه المدنيين وتجنيب المزيد من الكوارث الانسانيه والازمات الانسانيه في
في السودان، غير ان يعني الرياح قد السفن قد الرياح قد سارت بما لا تشتهي السفن، حيث عادت المواجهات العسكريه منذ حوالي 6 أشهر وما خلفته من ضحايا ومن نازحين ومن لاجئين، كل ذلك يعني وفي الظرف الراهن وبالنظر الى الكتل العسكريه لكل من الطرفين سواء ميليشيات الدعم السريع او الجيش السوداني، فهما يدركان بانهما امام حرب استنزاف لا اكثر. هناك يعني المزيد من الخسائر لدى الطرفين، وهناك يعني نوع من التوازن في القوة وفي السيطرة على المواقع العسكرية الهامة في السودان. هناك كذلك طرح وشروط كلا الطرفين بضرورة عودة كل طرف إلى ثكناته وإلى مواقعه العسكرية لبدء استئناف المؤشرات على المفاوضات، وكل ذلك يعني دلالة واضحة من خلال إبراق قائد الجيش ورئيس المجلس الرئاسي من خلال كلمته في الجمعية العامة 78 في الأمم المتحدة، وإبراقه بتهديدات لشمول النزاع والاضطراب باقي دول الجوار، وكل ذلك ما لا تخشاه وكل ذلك ما تخشاه المنظومة الإقليمية في السودان. وبالنظر كذلك إلى البعد أو الوزن الدبلوماسي الذي باتت يعني تحتله السعودية من خلال شغلها لمنصب رئيس الجامعة العربية ورئاستها الدورية للجامعة العربية، كل ذلك يعني له دلالة واضحة بأن طرفي النزاع من خلال المقترحات وبخلال محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتقريب وجهات نظر الطرفين بالتنازل، وكل ذلك يعني لن يتسنى ولن يكون إلا بالمزيد من التنازلات وعدم التعنت في استعمال القوة وكذلك التعنت في محاولة المناورة للظفر بمناصب سيادية في مستقبل المشهد السياسي في السودان، وبتغليب المصلحة العامة للمواطن السوداني وللشعب السوداني، من شأن ذلك أن يجعل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني يعني ينزعان إلى الحوار ولغة السلم والمصالحة، مما يؤشر إلى مخرجات سياسية ودستورية قد تجنب السودان ليس السودان فحسب بل حتى المنطقة برمتها المزيد من التوترات الإقليمية التي باتت يعني طابعا وصبغة تسم المنطقة الجغرافية للفضاء المتعلق أساسا بإفريقيا الشرقية، وكل ذلك يعني من شأنه كذلك أن يضع كل المؤشرات وكل الدلالات الواضحة، سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرقت بسلسلة عقوبات للجهات التي تدعم قوات الدعم السريع، وكل ذلك من شأنه أن يعزز من المزيد من الضغط الدولي والدبلوماسي على طرفي النزاع، مما يؤشر كذلك على نجاح قمة جدة هذه المرة، سيما وأن إدراك الطرفين بأن الاستنزاف الذي باتت مؤشرات تتعلق بأرقام لضحايا في صفوف الجيشين وكذلك لخسائر مادية في وانكشاف حتى أجندات الدعم الخارجية والإقليمية التي تدعم كل طرف على حساب طرف آخر، وكل يعني له دلالة واضحة بأن هذه المؤشرات من شأنها أن تضع يعني دلالات واضحة وتضع يعني بوادر انفراج الأزمة في السودان. نعم، بوادر انفراج في الأزمة. أستاذ محمد اليماني، نتحدث عن مسار جدة، ماذا عن دول جوار السودان كانت فيه مبادرة أيضا من قبل هذه الدول؟ نعم أستاذي الكريم، وكانت يوجد قمة هنا في القاهرة مع عدد من الدول المحيطة والتي لديها حدود جغرافية وجغرافية أيضا بينها وبين السودان، لأن هؤلاء الدول مهدين بالفعل بخصوص هذه الحرب. أقول لك على بعض النقاط المهمة، لأن أمن أو النقطة أمن مصر من أمن أيضا السودان، وكما نعلم بأن دولتي المصب في أزمة سد النهضة، فعندما تنتهي هذه الأزمة أو تنتهي هذه الحرب فهذه أيضا من مصلحة القاهرة بخصوص أزمة سد النهضة. من جهة أخرى لابد أن أقول بأن الحدود المصرية السودانية تتجاوز أكثر من 1300 كيلومتر، هذا إن دل يدل على نموذج وسيناريو آخر بخصوص بعد سقوط معمر القذافي مصر عانت بخصوص الحدود بينها وبين ليبيا من الإرهاب ومن الهجرة غير الشرعية والميليشيات والمرتزقة وما شابه ذلك، فهذا الذي تعمل عليه مصر في هذا
هذا التوقيت. إذا تكلمنا عن الجانب الإنساني أيضا، نعم أستاذي الكريم، يعني خلينا أيضا نتكلم معك عن جانب جنوب السودان. جنوب السودان أيضا لديه أضرار بالجملة، لأنه يستورد المواد الغذائية والنفط وكل شيء له علاقة بالحياة والمعيشة من السودان ومن أيضا الخرطوم. هذا أيضا ضرر على جنوب السودان، ولكن أنا أرى من وجهة نظري أن كل المؤشرات أيضا والدلالات تدل على أن السودان يعني مقبلة على تقسيم آخر. إذا شاهدنا جنوب السودان يوجد أيضا نية ورغبة من قبل بعض الدول التي لديها رغبة باستمرار هذه الحرب، وإن أبدت في الظاهر غير ذلك، ولكن في الخفة يريدون استمرار هذه الحرب. هذه أيضا من جهة أخرى لابد أن أتكلم عن المستفيدين. أكبر المستفيدين من هذه الحرب هي أثيوبيا بخصوص سد النهضة، هذه من جهة أخرى المملكة العربية السعودية أيضا من الدول المتضررة. لماذا من الدول المتضررة؟ لأن البحر الأحمر والمواني والتجارة والاستثمارات وأمور كثيرة، وكما نعلم بأن المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بعد يعني حرب أو الأزمة اليمنية أمور استجدت على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، وتريد التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، تريد التهدئة بخاصة في القرن الأفريقي، لأن هذا يعكس على التجارة بخصوص المملكة العربية السعودية. ولكن أستاذي الكريم أنا أتفق مع ضيفك الكريم أحمد الصباح من الخرطوم عندما قال ليس لدي من التفاؤل، وأنا أيضا ليس متفائلا، وأيضا المقبل أكبر وكثير ومالا على السودان وعلى الشعب السوداني. عندما نسمع المؤشرات، عندما نسمع الإحصائيات، عندما نسمع أيضا بالأزمات الإنسانية وعدم تحرك الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المنظمات الحقوقية بما نشهد الوضع المأساوي في السودان، لابد من تحريك الدول وخاصة الدول العربية. ملايين من النازحين، بينهم 3 ملايين طفل نازح. نعود إليك دكتور أحمد، نتحدث عن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو الذي عاد إلى دارفور وفق تقارير ثمة خشية من نقل الحرب من الخرطوم إلى دارفور. يعني هل ستتحول هذه المنطقة ساحة للاقتتال وتشكل خطوة نحو لا قدر الله الانفصال؟ وفي الحقيقة يعني وصول عبد الرحيم إلى دارفور يعني هو الآن مشكلة، يعني وجوده في دارفور. هو أصلا عبد الرحيم يعني جاء إلى الخرطوم من دارفور، وحتى عندما كانت قوات الجنوبيين أيضا كانوا في دارفور يعني. لكن الأخطر من الأخطر أنه يعني ما حصل في الجنينة وحصل من تطهير عرقي لبعض الإثنيات الإفريقية الموجودة مثل قبائل المساليح ومقتل الوالي في غرب دارفور بجانب حطام الكراهية المنتشرة في المنطقة، هذا يعني لا يبشر بخير. ففي تقديري وصول عبد الرحيم الآن إلى دارفور ربما يؤجج الكثير من المشاكل، ولكن بالنسبه للخرطوم انا في تقديري يمكن ان ينتقل القتال الى دارفور، خاصه وان هناك احتقان كبير ما بين القبائل الافريقيه الموجوده الاصليه ومثل فور والمساليت وغيره والقبائل العربيه التي يعني عملت طول هذه المده في قوات الدعم السريع، خاصه التي كانت تحارب في الخرطوم. فانا في تقديري الان سيكون هناك انسحاب كبير لقوات الدعم السريع من الخرطوم، وليس لهم جهه الا ان يكونوا في دارفور، خاصه اذا نظرنا الى وجود التقاطعات الكبيره بينهم والامتدادات الموجوده في تشاد وفي افريقيا الوسطى، اذ ان معظم المرتزقه الموجودين في قوات الدعم السريع قادمين من النيجر وقادمين من افريقيا الوسطى وقادمين من تشاد. هذا الامر ربما يؤدي الى اشعال فتن اخرى في منطقه غرب السودان، وهذا سيقود الى ضرر كبير. يعني تداعيات هذه الحرب السودانيه اثارها الان واضحه على يعني معظم الدول وجود عبد الرحيم، وخاصه انهم قد فقدوا الخرطوم في تقديري الان، يعني هناك انحسار كبير لوجودهم كما اكدت في بدايه حديثي. ربما ينقل هذا الامر الى دارفور. هذا الامر ايضا يحتاج الى وقفه قويه من الشعب الدارفوري في ضروره
إجراء مصالحات وإيقاف الصراعات القديمة المتجددة الآن. نعم دكتور صيغة، نتحدث عن الجانب الإنساني. المتحدثة باسم برنامج الغذاء قالت إن 6 ملايين سوداني يواجهون خطر المجاعة، نتحدث عن 7 ملايين شخص يعني نزحوا من جميع أنحاء البلاد. ألا ترى أن انعدام الثقة بين الطرفين في الصراع جعل الهدن لتمرير المساعدات دون جدوى بسبب خرقها، مما صعب إيصالها للمتضررين؟ وجدير بالذكر أن الأزمة الصحية والغذائية يعني قد ضربت أطنابها في مرحلة السلم، ما بالك الآن ونحن نعيش مرحلة صراع عسكري وانزلاق أمني خطير بما ينعكس بالسلب على الوضع الصحي في السودان. فمنذ الساعات الأولى للمواجهة العسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني نجد أن هناك يعني ضرب للبنية التحتية وكذلك للبنية الصحية في المدن السودانية، مما صعب حتى وصول فرق الإغاثة إلى المواقع التي فيها ضحايا وفيها مصابين. وحتى هناك حديث كذلك وأرقام مهولة عن جثث متراكمة في العاصمة الخرطوم وسط مواجهة عسكرية وحرب شوارع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ضف إلى ذلك الأرقام التي بدأت تحصيها المنظمات الدولية من خلال دق ناقوس الخطر بالنسبة لتراجع مستويات الخدمة الصحية وكذلك انعدامها في الكثير من المناطق وجل المناطق في السودان، وكذلك حتى صعوبة وصول إمدادات الغذاء والدواء إلى المناطق المنكوبة والمناطق المتضررة التي فيها المزيد من الضحايا ومن المصابين. كل ذلك يعني وسط تعنت أطراف الصراع بعدم المساس بالمدنيين والعزل والأطفال والنساء والعجزة في مناطق النزاع في السودان. يعني كل ذلك يعني في ظل المواجهة والاحتدام صراع على السلطة في السودان، وكل ذلك يعني دلالة واضحة بأن المزيد من الفواتير المتعلقة بالأزمة الغذائية والأزمة الصحية لا تزال في ارتفاع مستمر، وذلك ما يؤشر إلى أزمة إنسانية حقيقية، مع حديث كذلك عن نزوح أكثر من 7 ملايين سواء في الداخل أو في خارج السودان، مما يؤشر كذلك على تهديد للأمن المجتمعي والإنساني في دول الجوار الإقليمي للسودان. وبنظر كذلك إلى الأرقام التي تؤشر كذلك على الضحايا في حتى في صفوف طرفي النزاع كذلك تضم إلى ضحايا الحرب والمواجهة في السودان، ومما يصعب كثيرا مهمات البعثات الأممية وكذلك البعثات الإنسانية إلى السودان لإجلاء الضحايا وحتى تقديم المعونات الغذائية والصحية. وكل ذلك كان ضمن الشروط التي أمضاها طرفي الصراع، قلنا سابقا قبل تاريخ 15 ماي العام 2023، من خلال عدم المساس بالمدنيين وأمن الأمن العزل والأطفال وحتى الشعب المدني في السودان. نعم أستاذ محمد اليمني، دائما أمميا نتحدث إنسانيا. مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس أعلن عن انتهاء مهمته في هذا البلد. حضور الأمم المتحدة في الأزمة هل هو بذاك التأثير الإيجابي الذي يطرح من خلال تقاريرها، أم أن الأمم المتحدة مقصرة بخصوص هذه الأزمة؟ أنا أرى من وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت هي بالفعل يوجد تقصير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الأمم المتحدة أستاذ محمد الأمم المتحدة أستاذي الكريم، كما نعلم أن الأمم المتحدة هي الآن ليست كسبقتها، وأيضا الأمم المتحدة كانت يعني على أسس وقواعد، الآن هذه القواعد وهذه الأسس يتم تسييسها من قبل الدولة الأم ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هي ليست متواجدة بقوة، لأن حتى في الاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة تم أيضا مناقشة الحرب في السودان، وتمت مناقشة أيضا الأزمة الإنسانية والأزمة الغذائية وحقوق الإنسان، ولابد أيضا من إنهاء الصراع، لأن هؤلاء يعني كل السيناريوهات وكل المعطيات تدل على أن هذا
الصراع سوف يزيد من النازحين، سوف يزيد من القتلى، سوف يزيد أيضا من الأزمات المتفاقمة في الداخل السوداني، ناهيك عن الأزمات الإنسانية والأزمات الغذائية وأيضا الأمور الصحية، لأن الآن لا يوجد مستشفيات مؤهلة أستاذي الكريم لاستقبال هؤلاء الجرحى أو هؤلاء الأشخاص السودانيين. فأنا أرى بأن يوجد تقصير من الأمم المتحدة، لأن ليس يوجد دور كبير في الأمم المتحدة على مدار على الأقل 10 سنوات في الماضي. وأنا أرى أن الغرب ينظر إلى بعض الأزمات، أو خاصة عندما سألتني سؤال محدد أستاذي الكريم وتكلمت عن الأمم المتحدة، فأنا أرى في هذا التوقيت الحرج بعض الحرب الروسية الأوكرانية وانشغال العالم أستاذي الكريم، حتى اجتماعات هذه الاجتماعات الأممية بخصوص الأمم المتحدة يعني هي تنص أو كانت الهدف منها هي مساعدة أوكرانيا، هي إرسال رسائل مهمة بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، وليست أيضا، لأن أقول لك على نقطة مهمة، الدول الفقيرة أو الدول النامية والدول الناشئة في خصوص الاقتصاد تنتظر سبتمبر من كل عام حتى تذهب، حتى يتم مناقشة ما تعاني منه داخليا وحتى خارجيا. ولكن ماذا فعلت الأمم المتحدة في الحرب في السودان؟ فالسودان الآن أستاذي الكريم يبحثون عن الغذاء، يبحثون عن المواد الصحية، عن العلاج أستاذي الكريم. وضحت الفكرة أستاذ محمد اليمني. ما بقي من دقائق وعفوا على المقاطعة، نذهب إلى الدكتور أحمد من الخرطوم. الإرادة الدولية بناء على ما قاله الأستاذ محمد اليمني، هذه الإرادة في حل الأزمة في السودان هل هي موجودة، أم الظروف الدولية المنقسمة هي من أطالت أمد هذه الأزمة؟ والله يا أخي في تقديري أنا أيضا يعني أثني على الكلام اللي قاله الأخ اليمني. بصراحة يعني الآن نحن نحس أن نحن خزلنا حقيقة في الأمم المتحدة، وخزلنا في الاتحاد الإفريقي، وخزلنا حتى في المنظمات الإقليمية مثل الإفاعل، وإلى حد ما في الجامعة العربية، لأن الآن الذي يتعرض له السودان و يعني احتياجات المواطنين والنزوح واللجوء، حقيقة الواحد يعني يستغرب لماذا هذا الشيء بمثالين. الآن يعني كلنا نلاحظ ما حصل في أوكرانيا وكيف أن العالم تداعى، لكن للأسف يعني إرادة يعني سياسة العصا والجزرة، وتفرض الآن شفنا الآن الولايات المتحدة تفرض يعني عقوبات يعني عقوبات حقيقية. وأنا في تقديري انقسام هذه الإرادة الدولية هو الذي أثر في حل المشكلة السودانية. وحتى التدخلات الدولية للأسف ضعيفة ولا تليق بمستوى ما حصل في السودان ومن المعاناة التي عانيها الشعب الثاني. واضح جدا. الباحث الاستراتيجي في شؤون القرن الأفريقي دكتور أحمد، صباح الخير، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا. الشكر الموصول أيضا للمختص في الشؤون الإقليمية والدولية أستاذ محمد اليمني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من القاهرة. الشكر لك أيضا جزيل الشكر الدكتور عمار صيغة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأفاضل. مشاهدينا الأكارم، ختام عدد اليوم من نبض العالم، للقاء.